مساء الخير. فريق عميصة للدخول للمربع الذهبي للمرة الخامسة بتاريخه هو نادي المتحدة طرابلس اللي متقدم 2-1 بالسيريز مع نادي بيبلوس، بينما فريق بيبلوس يلي عم يسعى دخول مربع الذهبي للمرة الأولى بتاريخه. فريق بيبلوس ممكن تكون هيدي المباراة الأخيرة بهالموسم على أرضه إذا ما قدر يدخل المربع الذهبي، بما أنه بحال في مباراة خامسة، يعني بحال قدر اليوم نادي بيبلوس يعدل السيريز، المباراة الخامسة والحاسمة رح تكون يوم الأحد بطرابلس، وإذا ما قدر نادي بيبلوس يدخل المربع الذهبي رح تكون آخر مباراة لإله بجبال بهالموسم. نحن وياكم نشوف شو اختار المدربين شولي ومجاعس بتشكيلاتهم الاساسيه للمباراه الرابعه المهمه جدا يلي عم تستضيفها اليوم بيبلوس على ارضه. اذا عم نشوف التشكيلتين يلي اختارهم المدربين. المدرب جون جاعس عم يعتمد على ميلو ابو جوده، مازن منيندي، جاي يونغ، بلاد مايك فريزر، توم عمار، روني فهد، روي سماحه، باسل بوجي، اريك شاتفيلد ومارك سيليرز. من جهة المدرب الفرنسي جون دوني شولي، هيدي تشكيلته يلي اختارها بانطلاق المباراة. الجمهور الجبيلي موجود لآزر فريقه اليوم، عارف كتير منيح أهمية هالمباراة بعد ما استطاع النادي المتحد يتقدم بالسلسلة 2-1، وهيك صار وضعه مرتاح نسبيا. لكن هالمباراة إذا قدر نادي بيبلوس يفوز فيها، خاصة معروف جدا هالفريق قديه بيلعب منيح على أرضه، كل شيء رح يرجع ينطلق من الصفر، ورح يصير في ضغط كبير على النادي الشمالي بالمباراة الخامسة بطرابلس يلي بحال صارت رح تكون يوم الأحد الساعة 4 بعد الظهر. إذا هيدا هو جمهور نادي بيبلوس اللي عم يواكب فريقه، وأكيد تشكيلة المدربين على أرض الملعب. حكام المباراة الحكم الدول اللبناني رباح نجيم، إلى جانب حكمين من الأردن أحمد خضر وأحمد فخوري، هن يلي رح يقودوا اليوم المباراة الرابعة بين الناديين. إذا الفريقين على أرض الملعب، ثواني قليلة و بتبدا المباراة. روي سماحة ومايك فريزر يلي رح يتواجهوا وجها لوجه بأول منافسة على جون بول الأولى والأخيرة، والبوزيشن الأولى لصالح نادي بيبلوس. بيبلوس صاحب البوزيشن الأولى. إذا مايك فريزر بمرر أو بخلي الطابة معه، بمررها لجاي يونغ بلاد اللاعب الأمريكي اللي عم يدافع عليه روني فهد. جاي بطلع الطابة لتوم عمار يلي بسدد على الأرك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، والريباوند دفاعي لصالح نادي المتحد. بس الفوجي وروني فهد اللي عملوا كنترول على الريباوند. روني فهد بيتوغل، بيعترضوا دفاع نادي بيبلوس. توم عماري بينقلها لجهه جاي يونغ بلاد يلي بينطلق بالفاست بريك. جاي يونغ بلاد بيسجل اولى نقاط النادي الجبيلي، اولى نقاط النادي الجبيلي. اذا عم يسجلها جاي ليعطي التقدم لصالح بيبلوس. روني فهد مر لاريك من المسافه المتوسطه، بيعدل اريك شاتفيلد مستفيدا من تمريره حاسمه لروني فهد. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي وبالسؤال مين راح يفوز بلقاء اليوم، الجمهور اللبناني اعطى نادي بيبلوس 56 او 54% مقابل 46% لنادي المتحد. كمان فاست بريك، ومارك سيليرز عم بيسجل اولى نقاطه بالجيم، وهيدا الاسيست الثاني لصالح روني فهد بالمباراه. 4 نقاط لنادي المتحد اتوا من تمريرتين كانوا حاسمين لصالح روني فهد، استفاد منها الاولى اريك شاتفيلد، الثانيه مواطنه مارك سيليرز، كمان دفاع ممتاز من لصالح نادي المتحد طرابلس. اريك شاتفيلد معه دائما ميلو ابو جوده، بس الباوجي بنزل طابة لروي سماحة وخطأ من جاي يونغ بلاد. أكيد المدرب جوم جاعس بيعرف كتير منيح أهمية هالمباراة، وبيعرف الخسارة فيها بتعني انتهاء الموسم بالنسبة لإله ولفريقه. وباس الباوجي عم يسجل كمان ومن المسافة المتوسطة، أولى نقاطه لباس الباوجي بالجيم.
دقيقتين على انطلاق المباراة وتقدم نادي المتحدة طرابلس بفارق 4. مايك فريزر خطأ لصالح مايك. جاي يونغ بلاد بنزل طابة لمايك فريزر يلي بسجل أول سلة له بالجيم. تمريرة ذكية من الجاي. روني فهد بس الباوجي بيعمل كنترول مع يونغ بلاد. باسل عنده 3 ثواني بتبقى الفرصة لصالح نادي المتحد اللي عنده ثانيتين بس. 2 سكندز لصالح نادي المتحد. سايد بول مع روني فادي اللي بيعطي خطة لفريقه لشوف البلاي كيف رح تنلعب. اريك شاتفيلد اللي بيعمل فاد وبيحصل على الخطأ من جاي يونغ بلاد. اريك قدر استدرج جاي للفاول. الخطأ الثاني على جاي يونغ بلاد واريك تشاتفيلد عنده الثاني فري ثرو. تورنينج بوينت كثير كبير هون ممكن يستفيدوا منه لاعبي نادي المتحد طرابلس مع دخول جاي يونغ بلاد باول 3 دقائق او بدقيقتين و23 و33 ثانية بالفاول ترابل. بسجل المحاولة الأولى اريك. الثاني والثالثة كمان. 5 نقاط لأريك شاتفيلد. تقدم بفارق 5 نقاط 9-4. جاي يونغ بلاد ما بينجح بالمحاولة. ترجع البوزيشن لصالح المتحد. بذكر خطأين على جاي يونغ بلاد بعد أقل من 3 دقائق على انطلاق الجيم. جاي اللي عم يدافع على باس البوجي. اريك تشاتفيلد بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة. توم عمار على الريباوند. فاست بريك لصالح صاحب الارض. مايك فريزر بيخترق هو على السلة وبيحصل على فاول من روي سماحة. 2 فري ثرو لمايك فريزر. سجل الأول بنجاح نقطة الثالثة. واحدة من 2 إذن لمايك فريزر. النقطة الخامسة لفريق بيبلوس بعد 3 دقائق و11 ثانية. فريق بيبلوس عم يضغط بأرض الملعب. ميلو ابو جوده دائما معه اريك شاتفيلد. مازن عم يدافع على روني فهد. من جديد اريك بمر لمارك. مارك سيليرز بحافظ على الطابه. شاتفيلد بيخترق البيس لاين بمر لباس الباوجي تحت السله. المحاوله ما بتنجح والبوزيشن بترجع لصالح نادي بيبلوس. تمريرة طويلة بتوصل لمايك فريزر يلي بسجل نقطة الخامسة والفارق سريع عم يزل لنقطتين. الفارق عم يتقلص لنقطتين بهالوقت. باسل بوجي. باسل فانت بسدد على السلة وبسجل البوجي نقطته الرابعة. بيرجع بزيد تقدم فريقه ل4 نقاط. ميلو أبو جودة كمان بيستعمل قلبه وسرعته ميلو وبينجح. الفارق نقطتين من جديد. روني فهد تحت ضغط مازن منيمني
الفهد بمر لامارك اللي بيسدد عن الارك، المحاوله الثلاثيه ما بتنجح، جاي يونغبرد بيلتقط الريبط وبينطلق بشكل سريع وخطا لصالح جاي. الخطا عم يرتكبه الامريكي مارك ساليرز. مايك جاي يونغ بلاد بده يجرب يلعب على اريك، ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ مش لفريق بيبلوس تيم، ريباوند لصالح نادي المتحد. كان عندهم فرصة بيبلوس يعدلوا الأرقام. اريك شاتفيلد بينطلق بشكل سريع، اريك بشكل سريع بمرر لباس البوجي، ووكينج على البوجي، تورن اوفر على البوجي، وبيبلوس امام فرصه كبيره لمعايده الارقام وممكن التقدم. جاي يونغ بلاد بمرر لتوم عمار، توم ما بينجح بالمحاوله، ريباوند العموري يلي دخل على ارض الملعب مارك ساليرز. مارك ذكية تمريرة مارك ساليرز والعموري من أول محاولة عم بيسجل ولو بطريقة صعبة. دايما بيبلوس عم بيكون عندهم فرص معيدة الأرقام ما عم ينجحوا بتحقيق هالشيء، والمتحد بنجيد متقدم بفارق أربعة. مايك فريزر، لا مش معقول يا مايك، وحش نادي بيبلوس بسجل رغم الدبل تيم يلي انعمل عليه لحظه بالاعاده، كيف لعب على العموري وعلى مارك ساليرز وسجل نقطه السابعه، افضل مسجل بالمباراه لهلا عم يكون مايك. تورن اوفر على فريق المتحد، شاتفيلد بيرتكب الخطا وبيبلوس امام فرصه الاستفاده من جديد. مازن منيمني لمايك، مايك فريزر بطلع الطابة لبرا مقطوعة من دفاع المتحد طرابلس، روني فهد بمرر كمان مقطوعة من دفاع بيبلوس، مازن منهني ما بتوصل له الا لمارك ساليرز يلي بيسجل نقطته الرابعة. قد ايه برمت الطابة من لاعب لاخر من دون ما ينجح ولا حدا منهم يعمل كنترول على الطابة. استفاد اريك شاتفيلد يلي مرر لزميله ساليرز فسجل، ويونغ بلاد ما رح يتاخر ابدا ليرد. اربع نقاط لجاي يونغ بلاد وبيحصل على الفاول، وممكن يعمل فارق نقطه واحده بس جاي. بسجل يونغ بلاد اللاعب اللي بيسدد بنسبه 64% عن الفري ثرو لاين بالبطوله، عم يصير رصيده بهالوقت خمس نقاط، الفارق نقطة 14-15، ثلاث دقايق تقريبا متبقي لنهاية الكوارتر الأول. مارك ساليرز بسدد عن أرك الثري بوت، محاولة الثلاثية ما بتنجح، مازن منيمني على الريباوند، فرصة لفريق بيبلوس ليتقدم، مايك فريزر ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح أريك شاتفيلد. إيقاع سريع جدا المباراة لهلا، كمان في فاول، خطا لصالح اريك، الخطا عم يرتكبه ميلو ابو جوده. سامر مشرف على ارض الملعب بدلا من روني فهد، واريك شاتفيلد رح يكون هو على البوزيشن 1. اريك كمان بيبرم المسافه المتوسطه بسجل اريك شاتفيلد نقطه السابعه. من جديد المتحد عم يتقدم بفارق ثلاثة. جاي لتوم عمار اوبن شوت لميلو ابو جودة، هلا هيعدل ميلو ما بينجح بالمحاولة، ساليرز على الريباوند. اريك شاتفيلد تسديد بالمسافة المتوسطة، ريباوند لمازن منيمني، فاست بريك كمان مع فريق بيبلوس، جاي يونغ بلاد بمر لمايك فريزر. اوفنسيف فاول من مايك فريزر
الحكم الأردني هشوف الإعادة. كان مثبت جسمه قبل ما يتحرك مايك فريزر. ذكية كانت من مارك يلي استدرج اللاعب الكندي للخطأ الهجومي. بشير العموري بيعمل درايف وبينجح، اربع نقاط للعموري. دايما عم يدخل من قاعد الاحتياط وعم يكون عنده فعاليه عاليه بشير. لازم الاعاده باي طريقه. قدر يسجل على توم عمار بدوره مازن النايمي، بيقول طابه لتوم من الارك، بينجح بالمحاوله الثلاثيه الاولى بالمباراه. هيدي اول 3 بوينتس عم تتسجل بالمباراه، وقتت من توقيع اللاعب توم عمار يلي اعاد الفرق لنقطتين. باسل بوجي خطا لصالح باسل. الجهاز الفني لنادي بيبس عم يعترض. سايد بول او اوت اوف باوند عفوا. باسل بوجي اريك باصرار كبير بيلعب تحت السله وبسجل نقطه التاسعه وبصير افضل مسجل بالمباراه. فعاليه عاليه لاريك شاتفيلد. لاحظوا بالاعاده كيف عم يلعب على ميلو ابو جوده ويسجل عليه نقطه التاسعه. مايك فريزر لطوم عمار، مازن من جديد، بين ثواني متبقي للكلوك فايوليشن. ثلاث ثواني لمازن، مازن بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباند لصالح المشرف. مارك ساليرز ذكية تمريرة لباسل بوجي والبوجي بسجل. ست نقاط لباسل وبيحصل على الفاول. اصرار كبير للاعبي المتحد بهالجيم. لازم الاعاده باي طريقه. مرر اياها مارك ساليرز لباسل بوجي يلي استطاع يسجل مع الفاول. وهيدي نقطه السابعه. تقدم سبع نقاط لصالح نادي المتحد. نص دقيقه متبقي من الكورتر الاول. جاي بمر لمازن، مازن بردها من جديد لجاي يونغ بلاد. ميلو ابو جوده دفاع منطقه من فريق المتحد والابو جوده بسجل نقطه الخامسه. تاني 3 بوينتس لنادي بيبلوس. بعيد الفرق الاربع نقاط ميلو ابو جوده. اخر ثواني الكوارتر الاول، 8 ثواني متبقي. اريك شاتفيلد عم يجرب يلعب مع الوقت. اريك يعمل له البيك مارك ساليرز، بسدد بالمسافه المتوسطه. اريك شاتفيلد كمان بيتابع مره جديده وما بينجح بالمحاوله. والكوارتر الاول اعزائي المشاهدين عم ينتهي بتقدم النادي الشمالي على النادي الجبيلي. الفارق اربع نقاط بيبلوس. النتيجه 20-24. تعليمات المدربين قبل ما ينطلق الكوارتر الثاني. الكوارتر الاول كان بالفعل سريع جدا بين الناديين. بالعاده عم نشوف لقطات من الكوارتر الاول.
وثواني قليلة وبنشوف اللقطات الحية للكوارتر الثاني. نين ستيلز النادي المتحد مقابل ولا أي واحد لفريق بيبلوس. سبع تمريرات حاسمة للمتحد مقابل ثلاثة لبيبلوس، هون بدل قد ايه فريق المتحد عم يلعب اللعب جماعي بالجيم. بشير العموري تحت السلة ما بيرجع بالمحاولة، ريباوند لمايك فريزر. مايك بآخر الهجمة وبينقلها لميلو أبو جودة. سامر مشرف لاحظوا كيف عم يدافع على جاي يونغ بلاد، تبقى لصالح بيبلوس. ميلو مقطوعة من نادي المتحد، هيدا ستيل جديد وهيدي سلة جديدة لمارك سيليرز اللي صار رصيده ست نقاط. دفاع المتحد صلب جدا لهلا بالجيم، عم يمنع يعني فريق بيبلوس لما بيبلوس يعني يمرر اي تمريره شوي فيها غلط عم يقطع الطابه، وهيدي وحده منهم كمان الشيء اللي عم بحكي عليه. تمريره الفهد لسامر مشرف ما بينجح فيها، الريباوند لمين؟ لصالح مايك فريزر، وخطا من روني فهد. جاي يونغ بلاد لمايك، مايك فريزر، مايك دبل تيم على فريزر بعيدها من جديد لصالح يونغ بلاد. لاسو دفاع المتحد كيف عم يتحرك، وفي فاول لصالح جاي هالمره. الخطا عم يرتكبه سامر مشرف. اوت اوف باوند مع ميلو ابو جوده يلي بمرر بطريقة خاطئة وترن اوفر. دفاع المتحد يعني عم يصعب المهمة كتير على هجوم بيبلوس. وعلي بردا واحد من الحلول للمدرب جوب جاعس، بيدفع بصانع العابه وكابتن الفريق الجبيلي علي بردا يلي بيدخل على ارض الملعب لنشوف شو ممكن يغير البردا. مارك سيليرز، مارك بسجل سيليرز نقطه الثامنه، مباراه كبيره جدا للاعب الامريكي يلي عم يعمل كمان فرق 8 نقاط. طب عمار تسديده ثلاثيه ما بينجح فيها، المشرف على الريباوند. 4-0 ران لهلا لنادي المتحد. روني فهد محاولته الثلاثيه ما بتنجح بعد ما سجل بيبلوس بهالي كوارتر. وطوم عمار ممكن يكون الاولى بسجل العمار، حلوة كتير الطريقة يلي بينهي فيها، وبيستفيد من تمريرة مايك فريزر. خمس نقاط لطوم. محاولة ثلاثية من مارك ما بينجح فيها، ريباوند كمان لصالح نادي بيبلوس. علي بردا محاولته كمان بدورة ما بتتسجل، والعموري على الريباوند. كمان مقطوعة من توم عمار، فاست بريك. مازن منيمني، مازن بيعطي التمريرة للبردة، اكسترا باس هيدا كان من علي بردة، وخطأ لصالح جاي يونغ بلاد. تايم اوت قبل 6 دقائق و 48 ثانية من نهاية الكوارتر الثاني.
هيدي سلة طوب عمار الرائعة جدا يلي قدر ينهي فيها بإيده الشمال. التايم اوت يلي بينتهي اوت اوف باوند مع فريق بيبلوس. علي بردة بمرر لمازن، مايك فريزر، دفاع منطقة من فريق المتحد، مازن بيعطي مايك فريزر يلي كاد يسجل مع الخطأ. خطأ إذن لصالح مايك فريزر. واثنين فري ثرو لمايك، سبع نقط برصيده اليوم لهلا، هيدي نقطته الثامنة. بالإعادة تمريرة مازن منيمني بسجل تسع نقاط مع ثلاثة ريباوند. باسل بوجي، باسل نايس موف يا باسل، تسع نقاط للبوجي. علي بردة خطأ لصالح علي، الخطأ الثالث على روني فهد. وعلي برد على زيح الرمية الحرة، كمان فاول ترابل. فاول ترابل جديد بالمباراة، لكن هون أكثر جدية، ثلاث أخطاء. برد بسجل تيم اثنين، أولى نقاطه بالجيم. والفارق نزل لأربع نقاط من جديد. العكيري دخل على أرض الملعب، باسل بوجي، باسل بيبرم على السلة ما بينجح بالمحاولة، مقطوعة من علي بردة. علي جاي يونغ بلاد، اختراقة جاي ما بينجح بالمحاولة، لكن مايك فريزر بالمكان المناسب ليسجل نقطه ال 11 ويرجع الفارق لنقطتين. فريق بيبلوس بالفعل فريق عنيد، عنيد جدا، ما بيستسلم ابدا بسهوله. مارك سيلير استمريرا للعموري، والعموري قديه ذكي هاللاعب تحت السله. تبقى الفرصه لصالح بيبلوس. اوت اوف باوند مع جاي يونغ بلاد. علي بردة جاي تسديدة ثلاثية ما بيسجل منها، لكن علي بردة بيعطي فرصة جديدة لفريقه. بوقت ما دخل البردة بالفعل حسن كثير أداء فريقه، والفارق أكبر. برهان المحاولة الثلاثية ما بتنجح من المنيمني. أقل من خمس دقائق متبقي لنهاية الكوارتر الثاني. العكاري باسل بوجي بيخترق بفضيلة العكيري، العكيري بيسدد على الارك وبيسجل من اول اتمت العريس. يعني مثل ما عرفنا محمد العكيري بكره رح يكتب كتابه، وعريس بكل معنى الكلمه. ويونغ بلاد بيرد على العكيري وبيسجل نقطه السابعه. بالاعاده سله جي
كمان محمد العكيري ووكينج هالمرة على العكيري. أربع دقايق وأربع ثواني متبقي أو أربع دقايق. فريزر لعلي بردة يلي بدوره بسدد ما بينجح بالمحاولة. توم عمار بيعطي فرصة جديدة لفريقه من ريباوند. كمان توم بيخترق السلة وبينجح بإيده الشمال بسجل نقطة السابعة. رويس ماهي على ميعاد التبديل بالإعادة. عم تشوف توم عمار وسلته الأخيرة. تسديدة العموري الثلاثية. فريزر على الريباوند مقطوعة من محمد العكيري يلي بيرد البوزيشن لفريقه من ستيل. مارك ساليرز مارك ما بينجح كمان بالمحاولة والبوزيشن بتروح لصالح النادي الجبيلي. علي بردة معه إريك شاتفيلد. فارق ثلاث نقاط وبيبرس أمام فرصة كبيرة لتقليص الفارق لأقل من ثلاثة. علي بردة بسجل. علي بردة النقطة الرابعة بالجيم والفارق نقطة. أقل من ثلاثة دقايق لنهاية الكوارتر الثاني. محمد العكيري هل رح تكون الثانية لإله للعكيري العريس بسجل نقطة السادسة. تاني ثلاثية ناجحة لإله وبيضرب من بعيد بنجاح وبيعمل فارق أربعة. كمان مقطوعة لكن مايك فريزر بيصلح الوضع سريعا. شو هاللاعب مايك فريزر. 13 نقطة لمايك بس الباوجي. بس الباوجي بتعرض للبلوك شوت. مارك ساليرز كمان بدوره ما بينجح امام دفاع بيبلوس تحت السلة. علي بردة بينقل طابة بشكل سريع وخطأ لصالح جاي يونج بلاد قبل الدقيقتين من نهاية الكوارتر الثاني. اذا سجل جاي الرميتين الفريقين رح يتعادلوا ورح ينطلقوا من نقطة الصفر. الأولى بسجلها جاي يونج بلاد 8 نقاط واثنين اسيست. الفارق نقطة. الثاني ما بينجح فيها. فريق المتحد بيبقى متقدم. غريبة هالمباراة يعني دائما بقرب فريق بيبلس على النقطة بيرجع المتحد بيوسع الفارق. لنشوف إذا نفس السيناريو رح يتكرر. إريك شاتفيلد للعكيري. العكيري بيخترق بيعطي روي سماحة خطأ لصالح روي. ذكية تمريرة العكيري. والتاني فري ثرو لروي ما مسجل نقاط بعد بهالمباراة. لاحظوا تمريرة العكيري سحب مارك فريزر لعنده واستدرجه روي للفاول ونجح بتحقيق هالشيء لكن ما نجح بالرمي الحرة الأولى. الثاني كمان ما بينجح فيها. فريزر على الريباوند. فريق بيبلوس أمام فرصة كبيرة ليتقدم للمرة الأولى بالجيم. مازن منيمني. مازن
بيخترق السلة وبيبلوس عم يتقدم أول سلة لمازن بالجيم. تسعة وثلاثين 38 مقطوعة كمان من جاي يونغ بلاد وخطأ لصالح جاي. إذن النتيجة متعادلة. رويال كان سجل واحدة من اثنين على الفري ثرو لاين. جاي بيعطي التقدم الأول لنادي بيبلوس وبيزيد التقدم لنقطتين، 10 نقاط لجاي يونغ بلاد. تاني لاعب بالمباراة عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بعد مايك فريزر ب 13، يونغ بلاد ب 10. إريك شاطر بمر بطريقة ذكية لروي سماحة، وهون خطأ تكتيكي من مازن النايمني، منع روي سماحة من التسجيل تحت السلة وحطه على زيح الرميات الحرة. اثنين فري ثرو لروي، نقطة برصيده. بسجل المحاولة الأولى، نقطة الثانية بنزل فرق لنقطة واحدة وممكن يعدل من جديد. روي ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح توم عمار. مازن مدايمني آخر ثواني الكوارتر الثاني، نص دقيقة تقريبا متبقي لنهاية هالربع. مايك فريزر بيتعرض لبلوك شوت من مارك ساليرز. محمد العكيري وبتوصل لمارك. اريك شاتفيلد لساليرز يلي بيسدد بالمسافة المتوسطة، الريباوند لصالح روي، وروي بيسجل بايده الشمال نقطة الرابعة. من وقت ما عاد لأرض الملعب فعالية عالية للاعب اللبناني روي سماحة، وتايم اوت للمدرب جوم جايس. لاحظوا بالإعادة الريباوند الهجومي وسلة روي بإيده الشمال. عشر اسيست للمتحد، 5 لبيبلوس. فرقة كتير بين الناديين، فريق بيبلوس متقدم بالريباوند، يعني فريق بيبلوس عم يتكل اكتر على اللعب الفردي. الطريقة مختلفة اصلا لشخصية الفريقين، طريقة لعبهم الهجومية والدفاعية حتى. عشر سنة متبقي إذن لنهاية الربع الثاني. فريق بيبلوس اللي بده يحاول يسجل. علي بردة لمايك، جاي يونغ بلاد بيستلم، جاي بيتوغل جاي ما بينجح، يونغ بلاد وكمان مايك فريزر ما بينجح بالتسجيل. والكوارتر الثاني أعزائي المشاهدين عم ينتهي بتقدم فريق المتحد، انما التقدم اتى بفارق نقطة واحدة بس بين الفريقين، وكله بأكد انه الكوارتر الثالث والاخير او كل المباراة رح تكون حماسية بامتياز. اقل من 10 دقائق بريك وبنرجع منتابع التشويق والحماس من مدينة جبال. من جديد رجعنا احنا وياكم مشاهدينا لمدينة جبال، وبسرعة بنشوف المقارنة الاحصائية بين الفريقين.
اهلا وسهلا فيكم بالاكس اكس ال ستريت بول كومبيتيشن مع فادي الخطير، واللي بحط سله وحده بوش فادي بيربح المسابقه. اول لاعب بيحاول يقطع وبلاك شات رائع، فادي مع الطابه بيقطع والدنك بيولع الجمهور. ثاني لاعب عم بيحاول وستيل ولا اسكى بيبرم فيد واي شات رائعه، جمهور مش عم بيصدق. 3 بوينت بلوك شات مخيف شو هالخطيب. ما بعرف مشاهدينا بس لهيئة في لاعب جديد وكتير قابض الأمور بجدية. منذكر بيكفي انه تحطوا سلة واحدة بوجه الخطيب تتربح المسابقة. الجمهور كله ناطر يه شو عم بيصير، بيبرم بيروح على تاني سلة وفعلا بحط سلة بس على تاني ميل من الملعب. مبروك XXL Energy لعبة ذكية. اذا المقارنه الاحصائيه بين الفريقين بتفرجينا نسبه التسجيل من كل مسافات قريبه كثير بين الناديين. 3 بوينتس اليوم قليل خاصه عند فريق بيبلوس، الفري ثرو منيح، الريباوندز بيبلوس متقدم بهالمجال، الاسيست مثل ما حكينا طوال الجيم انه متفوق المتحد بهالمجال، وفي اثنين بلوك شوت لبيبلوس وحده لفريق المتحد. بسرعه ننطلق بالكوارتر الثالث، انطلاق اذا الربع الثالث بين الفريقين. مازر منيمني، جاي جانجل، بعد علي بردا، مايك فريزر وتوم عمار، تشكيله المدرب جوم جاعس بوجهها روي سماحه، روني فهد، باسل بوجي، والثنائي الامريكي سيليرز واريك شاتفيلد مقطوعه من باسل بوجي بستيل. روني فهد يلي عنده ثلاثه فاولز هلا بالجيم، هو وروي سماحه الوحيدين بفاول ترابل. فهد بمرر لاريك شاتفيلد، روي سماحه بده يجرب يلعب على مايك، روي سماحة عم بيسجل نقطة السادسة وعم بيكون النقطة الفارقة بالإنسايد جيم لصالح فريق المتحد بهالجيم. بالإعادة عم نشوف سلة روي الأخيرة، المتحد عم يتقدم بفارق ثلاثة. مايك فريزر تحت السلة برد سريعا على روي وبيسجل نقطة 15، كل واحد سجل على الثاني بالكورتر الثالث. ثلاثة واربعين اربعة واربعين، اريك شاتفيلد كمان بسجل 11 نقطة لاريك، اول لاعب بفريق المتحد عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط عم يكون الامريكي شاتفيلد. مقسم كتير سكورهم لاعبي نادي المتحد. طوم عمار ما بينجح بالمحاولة، ريباوند لصالح روني فهد، مقطوعة من توم عمار. مازر منيمني ما بيقدر يوصل للكرة، ترانزيشن ديفنس سريعة جدا من الفهد، بترد الفرصة من جديد لصالح النادي الشمالي. بدي اشير واقول مبروك كبيرة لنادي الشامبيل يلي رسميا من وقت قليل اكد فوزه ببطولة غرب اسيا بعد فوز اليوم نادي مهرام المهان الايراني على الكرخ العراقي 87-66، وفوز بتروشيمي على الجيش السوري 101-75. رسميا الشانفيل يلي قدر يعمل خمس انتصارات مقابل خساره واحده بفارق نقطه امام فولاد مهان الايراني، الشانفيل بطل غرب اسيا وهو رح يمثل على كل الاحوال لبنان ببطوله انديه اسيا المقبله. اذا مبروك للشانفيل للمدرب غسان سركيس بفوز باللقب الغرب اسيوي. تسديده من طوم عمار ما بينجح فيها، روني فهد على الريباوند كمان تحت السله، بس الباوجي ما بيسجل الاولى بيسجل الثانيه، 11 نقطه لباسل. مايك فريزر تقدم خمس نقاط لصالح المتحد بانطلاقه الكوارتر الثالث. جاي يونغلاد بيحاول يقلص، بيقلص الجاي وبيسجل نقطه 13، اول ثلاثيه لجاي يونغ بلاد فيها بيعمل الفارق نقطتين. ما زال التصويت مكمل على ويب سايت ال بي سي بالسؤال بي برايكم رح يفوز بلقاء اليوم، التنافس كبير بهالمجال يعني التصويت قريب عم بيكون بين الناديين. ريباوند دفاع على مازن منيمني الثالث تقلب الجيم، جاي يونغ بلاد، جاي بمرر لعلي بردا يلي بسدد على لا 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 بسجل البردا نقطه السابعه وبيعطي التقدم نقطه لنادي بيبلوس يلي سجل مرتين عن الارك،
وبالثلاثيتين أعاد تأخر خمس نقاط للتقدم بفارق نقطة واحدة 49-48. روني فهد بجرب يرد بنفس السلاح ما بينجح بالمحاولة. جاي يونغ بدا الريباوند. تايم اوت للمدرب الفرنسي جاندري شولي. مايك فريزر في وحش بيطير. اي لاف ذيس جيم. مايك فريزر بالفعل بيطير وبيسجل نقطة 17 بيعمل الفارق ثلاث نقاط بهالوقت بعد ثلاث دقائق و37 ثانية على انطلاق الكوارتر الثالث. حمية جدا المباراة بجبال وهيدي الإعادة كمان من زاوية أخرى قد ايه طار اللاعب الكندي. الفريق من جديد على ارض الملعب والمواجهه الجبيليه الطرابلسيه بتكمل وممكن تروح لمباراه خامسه وحاسمه بطرابلس يوم الاحد وممكن رجال المدرب جون دوني شولي هو اليوم بجبيل لمين راح تكون الغلبه. هل راح يقدر نادي بيبلوس يكون للمره الاولى بتاريخه بالمربع الذهبي. مقطوعه من جاي يونغ بلاد. جاي بينطلق بمرر لعلي بردة. طب عمار بسدد على لا 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 العمار بسجل نقطة العشرة تاني ثلاثية ناجحة لطب عمار التالتة لفريق بيبلوس بهالي كوارتر. كمان مقطوعة من طب عمار يلي بيروح على السلة. توم بمر لمين مش لحدا العمار بيرتكب تورن اوفر والبوزيشن بترجع لصالح نادي المتحد. مارك سيليرز خطأ من مازن منيمني لصالح نادي المتحد. تقدم ست نقاط لرجال المدرب جوم جاهز. عمر الايوب عم يتحضر للدخول لارض الملعب. روي سباحة على الفهد. اريك شاتفيلد بيستلم. مارك سيليرز بينقلها لروي سباحة. تورن اوفر على فريق المتحد وفرصة كبيرة لبيبلوس لزيادة الفارق. خمس دقائق تقريبا تفصل عن نهاية الكوارتر الثالث. جاي خطأ لصالح يونغ بلاد. نشوف الخطأ على مين. الخطأ الرابع على روني فهد. أربع أخطاء على الفهد وتبديل سريع. سامر مشرف على أرض الملعب من جديد بدلا من روني. المدرب شوليه بيسحب صانع ألعابه من أرض الملعب. أوه لا 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 This game. شو عمل جاي يونغ بلاد. رح نرجع نشوف الإعادة شو عمل جاي يونغ بلاد. واحدة من السلات الأجمل بالدور اللبناني لهالموسم بالفعل. واحدة من السلات الأجمل يونغ بلاد بطير وباس البوج برد بسهولة من المسافة المتوسطة بغير طريقة. 13 نقطة. لاحظوا شو عمل جاي يونغ بلاد. ما معقول شو حلوة هالسلة يا جاي. 15 نقطة لجاي بفارق 6 نقاط. علي بردة بزيد التقدم لثمانية من جديد. اريك شاتفيلد بشير العمود عم يتحدى للعودة لأرض الملعب. باسل
الباوجي بينقلها لسامر مشرف تحت السلة، ياكوب لازم يعترضوا ببلوك شوت سوبر ستارات، بيعمل كنترول على الريباوند، انسبورتسمان لايك فاول واضحة جدا من اللاعب الامريكي مارك سيليرز. وجاي يانج بلاد عم يتميز ويتألق ويلمع بالربع الثالث بشكل كتير كبير دفاعا وهجوما، لاحظوا بالاعاده مال بلوك شوت قدر يعمله جاي، ومنهم يحصل على انسبورتسمان لايك فاول. ببساطه رح يكون عنده اثنين فري ثرو ورح تبقى البوزيشن لصالح فريقه. 15 نقطة لجاي، 3 ريباوندز اسيست و2 ستيلز و2 بلوك شوت، هيدي نقطة 16. بضيع المحاولة الثانية، يبقى رصيده على 16 نقطة، 4 دقائق متبقية لنهاية الكوارتر الثالث. بالعادة عم نشوف الانسبورتسمان لايك فاول، مايك فريزر لجاي اللي عم يلعب بتركيز كبير جدا من الربع الثالث. عمر الايوبي من الجيد ليونج بلاد يلي بسدد تحت الضغط، لا 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 مش معقول مش معقول شو عم يعمل جاي يونج بلاد بالربع الثالث. 19 نقطة لجاي يونج بلاد، فارق صار 12 نقطة تقدم لصالح رجال المدرب اللبناني جوب جاعز. سامر مشرف في دوره ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ لصالح فريق بيبلوس كمان، عمر الأيوبي بمر العالي برد الأيوبي بتابع توم عمار بيعمل ريباوند هجومي، بتبقى الفرصة جبيلية وجاي يونج بلاد كمان بيضرب من بعيد، وهيدي من القلعة من جبال عم يسجل الثالثة لإله بالمباراة ليعمل الفارق 15 نقطة 65-50. كمان ريباوند دفاعي لصالح توم عمار، سيطرة كاملة لرجال المدرب جون جاس بهالكوارتر. وكمان لا 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 جاي يونج بلاد عم يعمل كل شيء بالربع الثالث، وهيدي نقطة ال 25، وهيدي ثلاثية جديدة تضاف لرصيد يونج بلاد يلي عمل فارق 18 نقطة. صدقوا انه مسجل نادي بيبلوس بثمان دقايق او بسبع دقايق بالربع الثالث مسجل 27 نقطة. تايم اوت للمدرب الفرنسي جون دوري شولي. لاحظوا كيف سدد جاي وسجل. وهيدي ردة فعله أكيد رح يكون واحد من المرشحين المهمين جدا لاختيار ريبوك بلاير أوف ذا جيم. اريك شاتفورد للعموري، سامر مشرف من الجيد لاريك. اذا السيري وصلت للمباراة الخامسة والحاسمة قديه رح تكون قوية المباراة يوم الاحد. 4 من 6 عن الارك لجاي يونج بلاد بهالمباراة، 67% نسبته. بس البوجة على سياح الرميات الحرة بعد الخطأ يلي ارتكبوا عليه توم عمار بسجل أولي بنجاح نقطه ال 14. دقيقتين و40 ثانية متبقي لنهاية الكوارتر الثالث، بسجل 2-2 على الفري ثرو لاين للبوجي. سامر مشرف لاحقوا لجاي يونج بلاد نجم المباراة من دون أي منازع وخاصة الربع الثالث. جاي بفضيلة علي بردة الأيوبي من جديد لصالح فريق بيبلوس، 5 ثواني متبقي، مايك فريزر تحت السلة بيعمل الموف
وبيحصل على الخطأ اللاعب الكندي. 17 نقطة لمايك. وراكر عنده 2 فري ثرو اللاعب الكندي. 10 نقاط لهلأ لفريق المتحد بهالكوارتر، تقريبا بالثمان دقائق مسجلين 10 نقاط، بينما 27 نقطة مسجل فريق بيبلوس. وهون التورنينج بوينت كلها انعملت لصالح نادي الجبيلي يلي بضيع له مايك فريزر 2 فري ثرو. المدرب الفرنسي عم يعطي معنويات للاعبيه وعم يقول لهم بعد في وقت، ما تستسلموا، لنشوف قد ايه رح يكون عندهم عزم ليرجعوا للجيم. فريق المتحد العبوري ما بينجح بالمحاوله، مايك فريزر ببرر له اياها للايوبي. اي لاف ذيس جيم يا ايوبي يا ايوبي، هيدي سلته الاولى بالمباراه عمر، واختار تكون بتوقيعه الخاص، ولما يوقع الايوبي بطريقته الخاصه هيك بتكون سليته مثل اللي شفتوها بالاعاده. بس البوجي بسجل، البوجي كمان نقطه 17. جاي يونغ بلاد، علي بردا، توم عمار كمان عم ينجح. 12 نقطة لتوم، 12 نقطة لتوم عمار. إذا سامر مشرف لباسل بوجي، تقدم 18 نقطة لصالح فريق بيبلوس. إريك شاتفيل للعمورة يلي بيرتكب ووكينج، تورن أوفر على بشير. اخر ثواني الكوارتر الثالث، علي بردا عم يلعب بطريقه هادئه هاديه هالمره. الايوبي بمرر، كمان الايوبي بسجل بتمريره من توم عمار. لعب جماعه ممتاز بهالربع لفريق بيبلوس. مارك سيليرز، علي بردا بيقطع الطابة، توم لجاي يونغ بلاد، جاي بيسدد هالمرة ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. وبتبقى البوزيشن لصالح المتحد بآخر 10 ثواني من الكوارتر الثالث. مارك تسديدة ثلاثية بيرجع فيها مارك سالت ونقطة ال 11، أول ثلاثية له بالجيم، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم 17 نقطة لصالح فريق بيبلوس 74-57. التصويت لريبا بلاير اوف ذا جيم رح يبدا بعد وقت قليل، رح يكونوا المرشحين من جهه فريق بيبلوس توم عمار والثنائي الاجنبي يونغ بلاد ومايك فريزر، من جهه فريق المتحد روي سميحة، باسل بوجي واريك شاتفيلد. هول هن اللاعبين السته رح يكونوا مرشحين لريبا بلاير اوف ذا جيم، بينما باسل بوجي ما زال الافضل تسجيلا، ما زال هو الاكس اكس ال لبنيز بس سكورر على الصعيد اللبناني، افضل تسجيلا، لكن افضل مسجل بالمباراه لهلا هو اللاعب جاي يونغ بلاد ب 25 نقطه. على الصعيد اللبناني باسل بوجي عم بينافسه على لقب اكس اكس ال لبنيز بس سكورر توم عمار. الكوارتر الاخير، سله الايوبي الاستعراضيه بامتياز، فريق بيبلوس بده يحاول يحافظ على تقدمه
والمتحد بده يحاول يسكر فارق 17 نقطة بعشر دقايق لعب. العموري بسدد على الارك وبسجل بشير، 9 نقاط للعموري. التصويت بدأ على ويب سايت ال بي سي www.lbci.com/sports. بدأ التصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. طبعا عمار بمرر مقطوعة من مارك ساليرز، فريق المتحد بإصرار كبير عم يحاول يرجع للمباراة، بنزل فريق ال 14 ممكن ينزله ل 11 إذا العكاري بيسجل على الأرك. مارك ساليرز بقلص الفارق مارك وعيد نقطة ل 13 بعد ما أضاع العكاري سجل مارك. الفارق بينزل 12 نقطة 74-62. جاي كمان مقطوعة من دفاع المتحد، مارك ساليرز بيتعرض للبلوك شوت، اريك شاتفيلد كمان ما بينجح، جاي اوغنلد ببعد الطابة بتوصل للايوبي يلي بيسجل بسهولة، 6 نقاط للايوبي. ملا مباراة مجنونة. اريك شاتفيلد مارك ساليرز بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية، خطأ لصالح فريق بيبلوس. عشر نقطة الفارق. المدرب الفرنسي جون دوني شولي، 8 دقايق 21 ثانية متبقي، ما في شيء انتهى بعد بهالجيم. تقدم بالريبون 27 مقابل 21. على ويب سايت ال بي سي عم تشوفوا ادريسه على الشاشه. التكنيكال فاول اللي احتسب على مارك ساليرز، عم نشوف رئيس نادي بيبلوس جون مارك خالد، رئيس نادي المتحد احمد الصفدي، واستاذ دومة كلاب عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة المعتكف. الايوبي بسجل المحاولة الاولى بنجاح، نقطة السابعة، تاني ما بينجح فيها عمر، بيعمل فارق 15 نقطة. مايك فريزر جاي بمرر لطوم يلي بياخد اوبن شوت ما بيرجع بالمحاولة، ريباوند العموري. اريك شاتفيلد بالتصويت، جاي يونغ بلاد متقدم بفارق كبير 81% لجاي يونغ بلاد بالتصويت لريبوك بلاير اوف ذا جيم على ويب سايت ال بي سي. بس البوجي الاقرب له ب 18% بالمركز الثاني. هذا هو ادريس الويب سايت اعزائي المشاهدين يلي عليه فيكم تصوتوا لاختيار اللاعب الافضل بنظركم ريبوك بلاير اوف ذا جيم. اريك بينجح بالمحاوله الاولى، نقطه ال 12 بالجيم، كمان بسجل 13 نقطه لشاتفيلد. الفرقة عم يتقلص، جاي يونغ بلاد بيتوغل وبسجل جاي 27 نقطة أصبح رصيده، وبيعمل الفرق من جديد 16 نقطة. صعب حدا يوقفه اليوم لجاي يونغ بلاد، خلص هيدا يومه.
لاعب ممتاز لطالما كان يومه بالبطولة، يعني مش المباراة الأولى يلي بيلعب بهالشكل وبهالأداء الكبير. محاولة ثلاثية ما بتنجح، مارك سيلرز بيعطي الريباوند هجومي لفريقه وفرصة جديدة. إريك شاتفيلد لمارك، تسديدة العموري عن الارك كمان بسجل بشير 12 نقطة للعموري، تاني 3 بوينت له بالجيم. بالفعل مباراة كبيرة جدا عم يعملها بشير العموري، بيرجع بيعمل فرق 13 نقطة. علي بردة ضغط دفاعي من إريك شاتفيلد، علي لطوم عمار، جاي بمرر لطوم، عمر الايوبي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه. سامر مشرف على الريباوند، إريك شاتفيلد بسدد من الارك ما بينجح بالمحاوله والفرصه بتضيع على نادي المتحد يلي كان عم يحاول يعمل فارق اقل من 10 نقاط. النتيجه 79-67. جاي افضل مسجل بالجيم لهلا ب 27 نقطة، 6 دقائق و10 ثواني متبقي. مايك فريزر، مايك فريزر ما بينجح بالمحاولة، مايك مارك على الريباوند. العموري كمان بسدد على الارك، لا 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 يا عموري يا عموري، 15 نقطة لبشير، ثالث ثلاثية ناجحة له، الفرق صار 9 نقاط، العموري عم يرجع فريقه للجيم. عمر الأيوبي بمر لطوم، طوم من جديد لجاي، لاحظوا جاي قد بعيد عن الارك، هل رح يسدد من محل بعيد؟ جاي بيخترق الدفاع، يونغ بلاد بسدد تحت الضغط وبسجل نقطة 29. إذا بنشوف بالإعادة قد إيه كانت صعبة التسديد ليونغ بلاد، إلا إنه مثل ما قلت لكم اليوم شو ما عمل جاي يونغ بلاد بتصور رح ينجح فيه. العكيري مقطوعة من الأيوبي، مارك سيلرز بمرر للعموري، بشير يا عموري يا عموري، الرابعة لبشير العموري، 18 نقطة لبشير، 4 3 بوينتس لبشير، وتايم اوت عم يطلبه المدرب جوب جايس بعد ما نزل الفارق العموري ل 8 نقاط. بالفعل النجم الكوارتر الاخير طوال المباراه اصلا يعني كان عنده فعاليه العموري، لكن بالكوارتر الاخير فعاليه جدا جدا عاليه بتسديدته الثلاثيه لارجعت فريق المتحد لثمان نقاط، وبعد في 5 دقائق لنهايه الجيم، يعني بعد في كتير وقت. هيدي سلة جاي يونغ بلاد الصعبة، وبعد وقت قليل رح يدخل بالتصويت بشير العموري يلي بيستاهل يكون كمان بالتصويت لريبوك بير اوف ذا جيم. تبقى البوزيشن لصالح بيبلوس، يعني ويك اند اسيوي بامتياز للانديه اللبنانيه بين نادي شانفيل ونادي الرياضي، نادي الرياضي اللي مفترض يستقبل مهرام الايراني يوم الاحد.
ليلعب بطولة فينال بطولة آسيا يلي أكيد بتذكروا توقف فيها النهائي بسبب انفجار الأشرفية. هيدا الشيء خلى الفينال يتأخر. I love this game مايك فريزر. 19 نقطة لمايك. خلى الفينال يتأخر لهالويك أند. يعني المعلومات بتقول إنه نادي مهرام الإيراني ما رح يوصل للبنان، ما رح يشارك بالفاينل، وهيدا الشيء بيعني إنه نادي الرياضي رح يفوز بلعب بطولة أندية آسيا للمرة الثانية بتاريخه على التوالي بعد فوزه بالفلبين السنة الماضية. كمان العكاري عم بيسجل نقطة الثامنة. الفارق 8 نقاط، 4 دقائق متبقى. يحيى صبري دخل على أرض الملعب. يعني ممكن يكون هالويك أند يجمع فيه نادي شانفيل والرياضي المجد من أطرافه بين غرب آسيا وآسيا. وكلنا بنعرف قد ايه غرب آسيا زون مهمة ببطولة آسيا، لأنه الفينال بطولة آسيا يعني للمرة الأخيرة أتى غرب آسيا، وفينال غرب آسيا وبين مهرام ونادي الرياضي اللبناني، واستطاع يفوز فيه كمان فريق شانفيل، وأكدوا من دقائق قليلة لحتى ما أقول من ساعات. جاي يونغ بلاد، جاي خطأ لصالح جاي. أقل من 4 دقائق لنهاية المباراة. المدرب شولي منو راضي. اوت اوف باوند مع البردة. جاي يونغ بلاد دايما معه سامر مشرف. توصل لمايك على اللو بوست. مازن منايمني بيعمل فات، بيخترق المنايمني، وفي فاول لصالح مازن. خطأ من سامر مشرف، او عفوا من مارك سيليرز. الخطأ الرابع على مارك، واثنين فري ثرو لمازن. بضيع المحاولة الأولى مازن. يعني نسبته بالبطولة هالموسم 60% عن الفري ثرو لاين. نقطتين، 3 ريباوندز و2 اسيست. بضيع الأولى، هل رح يسجل الثانية؟ كمان بضيعها، لكن مايك فريزر أفضل ريباوندر بالدوري اللبناني عنده رأي ثاني. مايك فريزر بيتابع بفيجر توب وبيسجل نقطة ال 21 وبيعمل فارق 10. 85-75. تحت السلة العموري، ما بينجح بالمحاولة. يحيى صبري على الريباوند. تمريرة طويلة بتوصل لمازن منايمني يلي بيسجل نقطة الرابعة، ونادي بيبلوس عم يتقدم بفارق 12. اريك شاتفيلد، خطأ لصالح اريك. ونادي بيبلوس عم يقترب اكثر واكثر انه يفرض مباراه خامسه وحاسمه يوم الاحد المقبل بطرابلس بعد ما تقدموا بفريق 12. اريك بيعمل فريق 11، نقطه ال 14. وبيسجل كمان اريك. التصويت مكمل اعزائي المشاهدين على ويب سايت ال بي سي بريبوك بير اوف ذا جيم. جاي يونغ بلاد كان متقدم بفارق كبير، 81% كان عاطيه الجمهور اللبناني لهلا. تورن اوفر على مازن. الحكم الاردني باكد انه البوزيشن لصالح بيبلوس. اعتراض من الجهاز الفني لنادي المتحد طرابلس. كل حكم غطى قرار شيء. الحكمين الاردنيين عم يتناقشوا مع بعض، احمد فخوري واحمد خضر، وباكدوا انه البوزيشن الجبيليه. خطا لصالح مايك.
اذا التصويت بهالوقت جاي يونغ بلاد 35%، بوجي 32%، والعموري دخل بقوه كمان بالتصويت ب 21%، هو يلي حاول يرجع فريقه بالكوارتر الاخير. 21 نقطه، 11 ريباوند، 3 اسيست للوحش مايك فريزر، 3 تمريرات حاسمه. هيدا هو ادرس الويب سايت يلي عليه عم يكون التصويت. اعتراض من الجهاز الفني لنادي المتحد على الخطأ الأخير. واثنين فري ثرو إذن لمايك. بضيع المحاولة الأولى مايك. يبقى الفارق 10 نقاط بعد في دقيقتين و42 ثانية، وهذا الشيء اللي عم يأكده المدرب الفرنسي جان دوري شولي، عم يعطي تعليمات للاعبين، عم يقول لهم بعد في وقت كثير كبير. فريزر بسجل الثانية، 22 نقطة لمايك. إريك شاتفيلد بيخترق وبسجل إريك شاتفيلد نقطة 17، بنزل الفارق لتسع نقاط 88 79. ضغط ضغط فول كورت بريس عم يلعب بهالوقت فريق المتحد بارض الملعب، عم يضغطوا بكل ارض الملعب. يحيى صبرا بمر لمازن المين، لحظه لحظه فول كورت بريس، جاي يونغ الواد بيستلم، جاي بمر لمايك فريزر تحت السلة، مايك بيخسر الكرة مش لفترة طويلة، طيب بتخرج الاوت والبوزيشن بتبقى لصالح نادي بيبلوس مع جاي يونغ بلاد. ما زالت جاي يونغ بلاد بالمقدمة بالتصويت على ويب سايت ال بي سي بريبوك بلاير اوف ذا جيم ب 39%، بس البوج 32%، العموري 17%. خطأ لصالح علي بردة. الخطأ على إريك شاتفيلد، الخطأ الثاني على إريك كمان، إذا فينا نشوفها بالإعادة عم يكون في اعتراضات كثير على التصفير. المحاولة الأولى بسجلها علي ونقطة العاشرة. عشر نقاط، اثنين ريباوند، ثلاثة اسيست. الثاني بضيع، روي سماها على الريباوند. إريك شاتفيلد فارق 10 نقاط، دقيقتين متبقي. روي سماها تحت السلة، روي بإيده الشمال بسجل روي نقطة الثامنة. وبقلص من جديد فارق لثمان نقاط، كمان ضغط دفاعي. يحيى صبرا بيقطع كل الملعب، يحيى بيخسر الطابة لكن مايك فريزر وروي سماحة بيتصارعوا على الكرة، سامر بشرف بيحسم الأمور إلا أنه مازن منيمني بعيد البوزيشن لصالح فريقه، وبيج روي بيعترضه ببلوك شوت. بلوك شوت من روي سماحة عشرين سنة متبقية بالإعادة، عم تشوف روي والبلوك شوت اللي قدر يعمله، 20 سنة متبقية لهجمة نادي بيبلوس. دبل فاول، دبل فاول بين روي ومايك، إذا فينا نشوفها بالإعادة شوفوا بأي طريقة كانوا اللاعبين عم يرتكبوا الدبل فاول، لأنه بالفعل استعراضية كثير. لاحظوا لاحظوا كيف عم كيف عم يدافع هون روي على مايك، حميت كثير. مايك فريزر بيخسر الكرة، سامر مشرف بيعمل كنترول وبينطلق بالفاست بريك وبيسجل سامر مشرف أول سلة له بالجيم، بيعمل فارق 6 نقاط 89 83. بعد في 6 بعد في دقيقة ونص لنهاية الجيم، مازن منيمني هل رح يقدر فريق بيبلوس يعمل كنترول على الثواني الأخيرة؟ ضغط، لاحظوا الضغط الدفاعي اللي عم يعمله رجال المدرب جان دوري شولي علي بردة،
بيخترق بيخترق البندا ومايك بريتر اي لاف ذس جيم بيطير الوحش وبيسجل نقطه ال 25 لاحظوا بالاعاده شو عمل مايك ممتاز هاللاعب فعالية عالية 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 لهاللاعب اللاعب يلي صعب تغيب عنه الدبل دبل بمبارياته نادرا ما عمل دبل دبل دايما موجودة دايما قريب منها اريك شاتفت عم يسدد محل كتير بعيد ما بينجح بالمحاولة الثلاثية الفرصة لمين بتروح لصالح نادي المتحد مع مارك سيليرز اللي بيمرر للعكاري العكاري بيخترق وبيحصل على الفاول اقل من دقيقة لنهاية المباراة جاي يونغ بلاد 40% بس البوجي 32% بالتصويت لريبوك بلاير اوف ذا جيم ما زال البوجي وبشير العموري هن اللي عم يتنافسوا على اكس اكس ال لبنيس باسل سكورر 18 نقطة لبشير 17 نقطة لباسل الرمية الحرة الأولى بسجلها العكاري وهيدي نقطة التاسعة للعريس تاني ما بينجح فيها مارك سيليرز بيخطف الريباض الهجومي فرصة جديدة مع اريك شاتفيلد يلي ما بينجح بالمحاولة الثلاثية وروي سماحة عم يرتكب خطأ لصالح مايك الخطأ الخامس المدرب جون دوني شولي عم يعترض منه عارف انه بخمس اخطاء رح تكون عنده اثنين فري ثرو مايك فريزر قبل 52 ثانيه من نهايه الجيم فريق بيبلوس بالفعل قدم شوط ثاني كبير جدا الربع الثالث والربع الاخير خاصة الربع الثالث فريزر بضيع الفري ثرو الاولي 33 نقطة بالربع الثالث لبيبلوس 15 للمتحد هون الفرق كله عمل فريزر ضيع الاولي بسجل الثانية 26 نقطة لمايك اريك شاتفيلد بمر للعكاري العكاري بفضي لسامر مشرف يلي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله مارك سيلز كمان بدوره ما بيتمكن من التسجيل والبوزيشن بتروح لنادي بيبلوس قبل 38 ثانيه من نهايه الجيم عمر الايوبي بينقلها لجهه جاي يونغ بلاد جاي على السله بسهوله تامه عم يسجل نقطه ال 31 31 نقطة لجاي مارك سيليرز سيدي ثلاثية بسجل مارك 16 نقطة جاي يونغ بلاد للايوبي اخر ثواني المباراة مارك اريك شاتفيلد بيقطع الكرة وبسجل عن الارك لنشوف الحكم بيقول نقطتين ثلاث نقاط بيقول الحكم الفارق اصبح اربع نقاط مشاهدينا قبل 16 ثانيه ونص من نهايه الجيم 94-90 ريباوند 33 مقابل 29 المدرب بجعص عم يجرب اكيد عم يجرب يعطي تعليمات ليجرب يخلص المباراة بفوز بينما فريق المتحد بدوره بده يحاول ينهي السيريز اليوم بجبال لو انه الامور بدأت تصير صعبة عليه لكن ما في شيء مستحيل
عمر الايوبي بمر للبردة، خطأ لصالح علي بردة، الخطأ من اريك شاتفيلد. اثنين فري ثرو لعلي بوقت فريقه بحاجه جدا للرميات الحره. بسجل الاولى علي، نسبته بالبطوله 65% على الفري ثرو لاين، هيدي نقطه 11. بسجل الثانيه 12 نقطه لعلي بردة، بيعمل فرق 6 نقاط، 10 ثواني متبقي. اريك شاتفيلد بمر للعكاري اللي بسدد على الارك، ما بيرجع بالمحاوله الثلاثيه، البوجي بيلتقط الريباوند وخطا لصالح باسل. ثلاث ثواني ونص تفصلنا عن نهايه المباراه وعن معادله فريق بيبلوس السيريز 2-2 بنسبه كبيره بعد ما انتهت، بس بنسبه كبيره. البوجي بينجح بالمحاوله الاولى، 18 نقطة للبوجي، إذا سجل الثانية رح يتقدم على العموري كأفضل مسجل لبناني، وهذا الشيء اللي عم يعمله باسل. جاي بمرر لطوم عمار، توم بسدد ونادي بيبلوس بعدل السري بعد فوزه 96-92. إذا فوز لنادي بيبلوس غالي غالي جدا ومهم، بخلي اكيد السري تتعادل بفارق 4 نقاط 96-92. اعزائي المشاهدين رح نتعرف نحن وياكم على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. اذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم اخترتوه انتم اعزائي المشاهدين على ويب سايت ال بي سي هو جاي يونغ بلاد، اللي عمل جيم كبير جدا خاصه بالكوارتر الثالث. ليبانيز فانز تشوز يو اجين ذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم، فيرست اوف اول وانت يو وانت تو تيل ذم. I just want to tell the fans thanks, it's first one of the year man, and I appreciate the love that appreciate them voting for me. You think the turning point for Biblos was on the third quarter? Yeah, we came out to a good start man, we knew we had a run in us. You know, we just out here, we're fighting, man. We're not giving up, man. We feel like we're a team that can make the Final Four. So we had to protect our home court and get ready for Sunday. What you promise your fans on Sunday game? I promise that we're going to leave it all on the court, man. We're a young team, man. We're hungry. We don't win, we don't eat. That's the motto, man. Look. Thank you. Thank you, Jay. إذا جاي يونغبلاد كان واضح جدا بيقول فريقه جوعان كثير للفوز يوم الأحد لمحاولة التأهل للمربع الذهبي. XXL Lebanese Best Scorer. Lebanese scorer of the game, powered by XXL Energy Drink. إذا باسل بوجي اللي تم اختياره XXL Lebanese Best Scorer هو أفضل مسجل لبناني بالمباراة. مع هالمشاهد أعزائي المشاهدين مشوارنا عم ينتهي نحن وياكم، ما تنسوا المباراة الخامسة والحاسمة يوم الأحد مباشرة من طرابلس، رح نكون نحن وياكم من الصبح بطرابلس من حوالي الساعة 9:30 بالنصف ماراثون الدولي لطرابلس، رح نكون بنقل مباشر، رح نبقى بطرابلس لنقل لكم كمان المباراة الخامسة بين نادي المتحد وبيبلوس. الفائز بيتأهل للمربع الذهبي لمواجهة نادي الحكمة بالفاينل فور بنصف نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، بينما النصف نهائي الآخر تأكد امبارح بعد ما ثبت الاتحاد اللبناني لكرة السلة النتيجة لصالح فريق الشانفيل على حساب فريق عمشيد، شانفيل رياضي من جهة حكمة وبيبلوس او المتحد من الجهه الاخرى. الاحد بنعرف مين رح يكون الطرف الاخير المتاهل للفاينل فورم. هلا لوقتها بدي اشكركم، اشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم الى اللقاء.